سي. خلنا بس أقول كلمة عن سهل. أي صراحة يعني مفخرة على مستوى الخليج. صحيح. وفريد من نوعه. لا تقول لي يعني يعتبر حكومة مول افتراضي. صحيح. يعني الدول المجاورة عندها، لكن عندها على مستوى وزارة واحدة، وزارتين. توهم يعني شافوا فكرتنا، وفعلا قاعد أقول لك الحين بدأوا يتوسعون ويفتحوا على الجهات. يعني فكرة سهل من أول فكرة رائدة. من أول يوم كان 13 جهة حكومية، الحين وصلنا 36 جهة حكومية. صحيح بالضبط. خلال سنتين. فهي فكرة رائدة صراحة في المنطقة. يعني أكيد يمكن عندكم اجتماعات مع دول الخليج. نعم. ويشوفون مثلا بعض خلينا نقول التطورات اللي تصير. نعم. يبدون إعجابهم في موضوع برنامج سهل جدا. وخذوا الفكرة، يعني قالوا الفكرة طبعا يعني تطبيق سهل نفسه مسؤولية الجميع، مو مسؤولية الهيئة. الهيئة محتضنته. صحيح. وقعد شغلة وديرة وتتم شغلتها، لكن نسميها مثل الهب. كل الوزارة مسؤولة عن 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 خدماتها، وبكل سلاسة يرفعون الخدمات عقب ما تعتمد المعلومات المدنية وتنزل. جميل. يعني خلال الأسبوع اللي طاف ترى في خدمات قاعد تنزل. صحيح. تسارع يعني. لازم واحد معه. يعني آخرها المرضيات وزارة الصحة. والله مو ملحقين. أي والله صحيح.